السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف البروجكت مانجر. هو متقسم هنا لسورس فايل، المفاتيح الأساسية، الأورسو دي دبليو جي، الأيزومتريك دي دبليو جي، هنشوف الحاجات دي بعد كده إن شاء الله. هنا كرنت بروجكت، تختار المشروع اللي أنت شغال فيه، تمام. بعد كده تختار أوبن لو أنت عايز تفتح مشروع. لما تيجي تقول له أوبن بتدور على ملف امتداده اكس ام ال، تمام، مش بتدور على الدبليو جي. بتلاقي ملف الاكس ام ال وبتلاقي جنبيه الفولدرات، سواء البي اي دي، سواء البلان 3 دي موديل، سواء السبيكس، الحاجات الخاصه بالاورثو، الايزومتريك، كلهم موجودين. لما تفتح الاكس ام ال كلهم هيظهروا عندك هنا. وبعد كده بتلاقي عندك بابلش، ده لو عندك عدد كبير من الملفات وعايز تعملهم بابلش ممكن تطبعهم كلهم بي دي اف مثلا، تمام. ده امر بابلش اهو موجود في امر الاوتوكاد العادي، كنا شرحناه قبل كده في الاوتوكاد العادي. انت يعني بتختار شيت ليست معين وتقول له انا عايزهم دي دبليو اف او بي دي اف او دي دبليو اف اكس، او تقول له اطبعهم على الطباعه على طول وتدي له اعداد الطباعه، تمام. هو يبدا يطبعهم لك كلهم بدل ما تطبع لوحه لوحه. وبعد كده بتلاقي ريبورت لو انت عايز تعمل ريبورت، وهتلاقي هنا لو انت عايز تعمل نيو دروينج هنا بيقول لك الفايل نيم، الاوثر، الفولدر باس، الدبليو جي تمبليت اللي انت تشتغل عليه، تقدر تختار التمبليت اللي انت عايزه، وتقدر تزود من الخصائص او من الاوبشن اكتر من بارامتر تقدر تكتبه هنا، تمام. كوبي دروينج تو بروجكت، لو انت وانت شغال في لوحة عايز تسحبها من مشروع آخر، تمام، فبتيجي هنا تقول له أنا عايز كوبي دروينج تو بروجكت، وتبدأ تختار اللوحة دي من مشروع آخر وهو يبدأ يسحبها لك وتبدأ تظهر معاك هنا، تمام. مجرد إن تختار أي لوحة من مشروع أي هذا. ده هنا ريفرش لو أنت حاسس إن في حاجة أنت عدلتها وهي مش ظاهرة معاك هنا، تمام. هنا هتلاقي الديتيلز، هتلاقي المعلومات الخاصة. هنا بريفيو بيديك صورة للملف نفسه بالشكل دوت. ده الورك هيستوري، مين اخر واحد شغل على الملف دوت، تمام. طيب برضه ممكن تيجي هنا في سامبل بروجكت، هتلاقي كلوز بروجكت في المشروع كله، او الداتا مانجر يبدا يظهر لك المعلومات كلها زي ما شايف، كل حتى الاكيوبمنت اللي موجوده، كل بامب مثلا المعلومات الخاصه بيها. فدي تقدر تعملها ريفريش، تقدر تعملها سنكرايز، تقدر تعمل فلتر وتشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تشوفها. ممكن تقول له انا عايز اطبع المعلومات ديت او اكسبورت المعلومات ديت او امبورت، يعني بعد ما تعمل اكسبورت تعدل كده تقول لها امبورت تاني، تقدر توافق على التعديلات او تعترض عليها. هتلاقي عندك بابلش، هتلاقي عندك فاليديت بروجكت، تبدا تشوف الاعدادات المشروع ده معموله صح ولا غلط. هنا فاليديت تيستنج تبدا تشوف هو ايه الحاجات اللي يبدا يفحصها ويجيب لك ريبورت، مثلا في مثلا حاجه السايز بتاعها مش مظبوط، في سبيكس في مشكله وهكذا. فده بيبقى زي مراجعه على نفسك بحيث تتاكد ان المشروع بتاعك مظبوط ولا لا. يوديت بتاكد لك لو في اي غلط يصلحه لك. تقدر تعمل باك اب للمشروع بتاعك على اساس لو في اي مشكله لا قدر الله تقدر ترجع للباك اب دوت وتصلحها. في بروجكت سيت اب، ده في اعدادات خاصة بالمشروع، تمام. ال database لو انت شغال على database تبدأ تشوف هل local ولا server. ال drawing properties الخصائص بتاعة ال drawing تقدر تزود كذا category. تمام، تقدر تزود كذا role كذا معلومة، مثلا نيم مثلا، تمام، الديسكريبشن بتاعها، تمام، بحيث ان يبقى عندك معلومات خاصة في المشروع دوت، بحيث أول ما تفتح هنا تقدر تعرف مين المدير بتاع المشروع، مين المهندس بتاع المشروع، مين الناس المرتشية اللي في المشروع وهكذا. فايل نيم فورمات، طريقة تسمية الاسم وليكن مثلا زون، الزون ديت هتبقى سترنج ولا نمبر ولا بايب سايز ولا ايه. اقول له مثلا سترنج، طب التول بتاعها حرفين ولا ثلاثة وهكذا. اد سبيس
هتبقى عبارة عن نمبر ويبقى رقمين وهكذا. دي طريقة التسميات اللي هنبدأ نشتغل عليها. ده البوص، ده المسار بتاع الملفات اللي بيبقى فيها البي اند اي دي. المسار اهوت البلانس 3D موجود، الحاجات المعلومات الخاصة بيه، الأورسو، البروجكت ديتيل، فبيبدأ بقى يقول لي بروجكت نيم اسمه ايه، البروجكت ديسكريبشن الوصف بتاعه، النمبر بتاعه 303 مثلا، رقم العربية بتاع البطوط، ورك هيستوري برومبت، فبيبدأ يقول لك الورك هيستوري اوتوماتيك، يبدأ ينبهني كل ما افتح مشروع ولا احنا مش عايزين نهتم بالموضوع دوت. دي المسارات اللي فيها جنرال باس اند فايل لوكيشن. دي بعض المعلومات الخاصة بالمشروع، ممكن تحط الادرس سيتي، الستاتس، الباس كود، الكلاينت انفورميشن تقدر تحطها برضو هنا. الريبورت هيبقى شكله، تختار بقى اشكال الريبورت تبقى عاملة ازاي. ده اللاين ليست، ده الاكيوبمنت ليست. بخصوص الشيرد، هل انت تعتمد على اي 360 ولا مانوال، انت بقى ايه تشوف هتعملها بأي طريقة. فين تستخدم جوجل درايف لمشاركة المعلومات مع الآخرين.